واعتزازهم بمغربيتهم. يحرص أفراد طائفة اليهود المغاربة على تخليد ذكرى عيد العرش المجيد بكل ما يليق بالمناسبة من ولاء وإخلاص. يهود أكادير وبتعابير شتى يحتفلون، كبارا وصغارا يتوارثون حب البلد والولاء لملكه. عيد العرش عندنا هو واحد النهار كبير، واحد النهار كبير اللي الجمعية اليهودية كاملة يتشاركوا ويديروا واحد الحفلة، بحال كنا ما نديروا في الصويرة، كنا تنديروها في الزناقي، كنا تنديروها في الفندق، كنا تنديروها في الشطيحان، كنا تنديروها فين ما كان. كاين شي 30 40 50 حفلات في البلاد الصويرة. الله ينصر الملك ويزيد الخير في المغرب، والمغاربة ما كاين بحالهم في العالم. نسينا البلدان كلهم ونسينا رزعنا في حالتنا. سي محمد السيس اتنوم. الملك محمد السادس رجل انفتاح وعطاء، والأجمل هو ما يقوم به من أجل بلده ومواطنيه كيفما كانوا، وهذا يشرفنا نحن. ولا يتخلف على تخليد المناسبة يهود مراكش والصويرة، حفل فني يعكس الفرحة والاعتزاز باعتلاء قائد البلاد عرش أسلافه المنعمين. هاد الليلة مبروكة على سيدنا، ربي يطول عمره ويخلي له وليداته ومرته والعائلة الملكية كاملة، وربي يعطينا السلام والهنا في هاد الدنيا، والمغرب كله يكون بالسلامة وبالفرحة وبالهنا. آمين. هاد المناسبة جدا جدا. كلمات الحفل جددت انخراط الطائفة اليهودية من أجل إنعاش وتطوير البلاد، وبلسان واحد قدمت التهاني والمتمنيات الخالصة لجلالة الملك بالنصر والتأييد وبالرفاهية